يا عظيم الشان خلق السماوات البديعة، يا جليل الملك باسمك نبتدي يا خير والي. لو نلوذ ونتقي بسوار وحصون منيعة، ما لنا غيرك ذارى يا الله عليك الاتكالي. مرحبا في محفل الملحم على الروس الرفيعة، مرحبا ترحيب تبقى على طول الليالي، مرحبا ترحيب تبقى على طول الليالي، مرحبا ترحيب تبقى على طول الليالي. مرحبا باسم الرجال اللي مواقفهم فضيعة، اسرة الملحم من عتبة ومن روس الرجال. نجي واضح للمعزة والمنافق ما تطيعه، نجي واضح لين حتى وصلت الروس المعالي. نجي واضح للمعزة والمنافق ما تطيعه، نجي واضح لين حتى وصلت الروس المعالي، نجي واضح لين حتى وصلت الروس المعالي. وجهودها اللي وصلت حد الطليعة، 28 عام من الجهود ولا يبالي. بارك الله في مساعيه وعسى ايامه متيعة، يا عساه بخير وسنينه على الدنيا طوالي. وسرة الملحم وابو صالح من صدر وسيع، يشكرون ويذكرون جهودهم في ذا المجال، يشكرون ويذكرون جهودهم في ذا المجال. والشكر واجب ورا الصنع باب الملحم الفرقع نتائجها شنيعة، ابذلوا لأجل التجمع كل جهد وكل غالي. يالله احفظ دارنا في ظل حكام الشريعة، الملوك اللي نبايعهم على مر وحالي. سيدي سلمان لك فرقع بنا عهد وبيعة، وخاين الميثاق نصخبه ولو كان الموالي، خاين الميثاق نصخبه ولو كان الموالي. مرحبا باسم الرجال اللي مواقفهم فضيعة، اسرة الملحم من عتبة ومن روس الرجال. نجي واضح للمعزة والمنافق ما تطيعه، نجي واضح لين حتى وصلت الروس المعالي. نجي واضح للمعزة والمنافق ما تطيعه، نجي واضح لين حتى وصلت الروس المعالي، نجي واضح لين حتى وصلت الروس المعالي. وجهودها اللي وصلت حد الطليعة، 28 عام من الجهود ولا يبالي.
يبارك الله في مساعيه وعسى ايامه متيعه، يا عساه بخير وسنينه على الدنيا طوالي. وشرة الملح وابو صالح من اصدر وسيع، يشكرون ويذكرون جهودهم في ذا المجال، يشكرون ويذكرون جهودهم في ذا المجال. والشكر واجب وراء الصنع ما يجحد صنيعه، للرجال من الضمير الحبل بالشكل المثالي، الجهود الواضحه كل بذل ما يستطيعه، كاملين بجهدهم دايم ولله الكمالي. قال ابو صالح نصيحه طيبه ما هي خديعه، استمروا يا شباب الاسره بهذا الوصالي، استمروا يا شباب الاسره بهذا الوصالي. يا شباب الملح نتائجها شنيعة، ابذلوا لأجل التجمع كل جهد وكل غالي، يالله احفظ دارنا في ظل حكام الشريعة، الملوك اللي نبايعهم على مر وحالي. سيدي سلمان الكبر قابنا عهد وبيعة، وخاين الميثاق نصخبه ولو كان الموالي، خاين الميثاق نصخبه ولو كان الموالي.